السلام عليكم ورحمة الله. بناء على طلب العديد من المشتركين في القناة، هيتم إنشاء هذا الكورس الخاص ببلندر 3.2، وهي أحدث نسخة صدرت من بلندر. هيتم شرح بلندر 3.2 وهي أحدث نسخة صدرت من بلندر. بداية أعرفكم بنفسي، معكم المهندس كامل التهامي، مهندس مدني وخبرتي تزيد عن 5 سنوات في مجال 3D. طب ليه تم إنشاء هذا الكورس؟ أو الكورس ده موجه لمين؟ أي حد مبتدئ في بلندر أو شاف إن بلندر برنامج صعب أو صعب استخدامه، فالكورس ده موجه للمستخدم أول مرة يستخدم بلندر أو شاف فيديوهات على يوتيوب وجد أن الموضوع صعب. ميزة هذا الكورس أنه يتم شرح معظم بل كل الأدوات الرئيسية الأساسية في بلندر اللي تمكن أي مستخدم أن ينشئ موديل من البداية من الصفر باستخدام الأدوات اللي يتم شرحها. الكورس ده هنقسم إلى 3 أجزاء. أول جزء هو الأوبجكت مود. أي حد عشان ينشئ موديل محتاج يعرف 3 أشياء: الأوبجكت مود، الإديت مود اللي يتم فيه تعديل العنصر أو الموديل، ثم ثالثا الشيدر إديتور اللي يتم فيه إضافة الماتيريال، وأيضا يتم شرح أساسيات الخامات أو الرندر وإزاي نضيف إضاءة. الكورس مبدئيا هيكون عبارة عن 3 ساعات. الكلاس بروجكت هيكون حاجتين: أول شيء أنك تنشئ 3D لوجو، تحول أي تكست أو لوجو نصي إلى 3D. الموضوع قد يكون بسيط، ولكن لو عرفت أنك تحول أي لوجو تشوفه 2D انك تحوله الى 3D واضافة الماتيريال سواء كانت ميتال او معدن او بلاستيك. ثانيا هتم انشاء موديل خاص بالفرنيتشر بالاساس، سواء كان كابينت او كرسي او شير، بحيث نطبق كل الادوات اللي استخدمناها في هذا الكورس. الكورس ده هنقلك من المستوى المبتدئ ما تعرفش اي شيء عن بلندر الى مستوى المتوسط، بعد كده ممكن تنتقل الى كورسات متقدمة على صفحتي على سكيل شير او على قناتي على اليوتيوب. ده كده كان عبارة عن نظرة عامة عن الكورس. خلينا نشوف ايه هو الكلاس بروجكت لهذا الكورس.